خليني أعرف عن حالي. أنا اسمي دكتور خالد عوض، استشاري أمراض القلب. خرجت من الجامعة الأمريكية ببيروت بأس أوف بيولوجي، من بعدها رحت على أستراليا وتخرجت من كلية الطب من جامعة سيدني، هي أكيد تعتبر من أفضل الجامعات بالعالم. من بعدها جيت على ألمانيا وهدفي فوت بمجال تخصص أمراض القلب، فخلصته وفتت من بعده بتخصص أمراض شرايين القلب، حتى من بعده بتخصص كهربة القلب. وآخر شيء قدرت حصلت على مركز رئيس لقسم القلب بمستشفى جامعي بآخر. بعدين قررت أنقل على دبي، حبيت إيجي على المنطقة اللي هي أقرب لي وأقرب للكولتشر والتراديشن تبعي، فحبيت أنقل خبرتي العشرين سنة من ألمانيا على دبي، وقدرت أعمل توعي لأكبر عدد من الناس وخبرهم عن أساليب الوقاية والعلاج لأمراض القلب على دبي. شو؟ اوكي؟ ذهب.